في البدايه مشاهدينا الكرام، تشكيل فريق الزمالك في لقاء اليوم. محمد عواد في حراسه المرمى، كل من سيد نيمار ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومحمد عبد الشافي رباعي خط الدفاع، كل من عمرو السيسي ونبيل دونجا، امام عاشور واحمد مصطفى، زيزو ومصطفى شلبي، تحت راس الحربه سيف الجزيري. كابتن محمد عمر، هل تتحول الطريقه ل 4-2-3-1 مع الكابتن اسامه نبيه، ام ستظل الطريقه 4-3-3 التي عانى منها الزمالك في الخمس مباريات السابقه؟ اعتقد هو يعني في الوقت الحالي 4-2-3-1 هي الانسب. على فكره معظم فرق مصر، مش النادي الزمالك بس، الزمالك عانى من تغيير الطريقه فجاه. يعني كان بيلعب 3-4-3 وفجاه غير الحقيقه ل 4-2-3-1 او 4-3-3 يعني. وبالتالي الزمالك الحقيقه، يعني احنا دايما لما بنتكلم على طرق لعب بنتكلم على مهام بياخدها اللاعب في كل مركز. المهام دي عشان تتغير تغيرش بين يوم وليله، بتتغير الحقيقه، بيبقى في تمهيد ليها سواء في التدريبات او تحفيز اللاعبين مهامهم اللي بتختلف من طريقه لطريقه. وبالتالي عانى الزمالك في الفتره دي. اعتقد رجوعه ل 4-3-2-1 او 4-2-3-1 على حسب، يعني هي مناسبه جدا لامكانيات لعيبه نادي الزمالك الحقيقه.